هل أو فعلا يستطيع رئيس الوزراء أن يعالج الاختلال بالعدالة الاجتماعية؟ هذا الانسداد بالأفق السياسي الذي حتى شرعنا بالدستور، هل يستطيع هذا الرجل الآن أن ينطلق خارج أفق القوى السياسية ليكتب لنفسه ولشعبه هذا الذي أنت تقول به؟ نعم، يعني من يقرأ المنهاج الحكومة الذي قدمه السيد عادل عبد المهدي في 2018 في الشهر العاشر سيجد تماما كل الأشياء التي قدمت الآن كإصلاحات أو حزم إصلاحات على 3 وجبات. اليوم الوجبة الثالثة ظهرت من مجلس الوزراء، وهناك أيضا حزم أخرى كلها كانت مدرجة ضمن المنهاج الحكومي وبجداول زمنية. قد تكون المظاهرات عامل تعجيل وعامل تسريع لهذه القرارات التي حدثت الآن. يعني مثلا في مجال خلينا نقول تحقيق الإنصاف والعدل الاجتماعي، يعني أنا مثلا مشارك في قضية إعداد الموازنة العامة للبلاد التي تختلف عن كل موازنات العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الآن. الآن الموازنة هي موازنة مشاريع وبرامج، بينما كانت في كل تاريخ الدولة العراقية 2020 هي موازنة بنود وأرقام ومتواليات عددية. الآن الوضع مختلف، هناك توزيع حتى في قضية الرواتب، حتى في قضية ازدواج الرواتب. أنتم سمعتم قرارات يعني ربما سيعترض آخرون كانوا يستلمون راتبين أو 3، الآن هذا قرار انتهى، يعني تم إقراره في مجلس الوزراء وبمقترح من رئيس الوزراء أنه لا يجوز الجمع بين راتبين لشخص واحد في العراق ويمكن له أن يختار. كيف تم الجمع ب20 راتبا؟ هذا كله ضمن الاختلال بالعدالة الاجتماعية، هناك ثراء فاحش ومن خلال أموال الدولة.